سنضيء الآن على موضوع مهضوم كتير ومهم للحقيقة، فقد اختيرت مسرحية حكايات مدينة على البحر للمؤلفة سماح السبعاوي لتكون من ضمن المنهج الدراسي المقرر لطلاب مواد المسرح والتمثيل والدراما. إيمان ريمان تحدثت مع الكاتبة والشاعرة والناشطة سماح سبعاوي وسألتها أولا عن أهمية هذا الاختيار، فقالت: هذا الاختيار كتير مهم لأنه لعله يكون لأول مرة يكون في مسرحية بتحكي قصة عن فلسطين، يعني أحداثها بتدور في فلسطين وفي غزة بالتحديد وعن حصار غزة، وبتكون هذه المسرحية من المقرر على طلبة المدارس السرال بالصف 11 و12 اللي بيدرسوا دراما ستاديز. فهذا بحد ذاته أنا بعتبره إشي أنا كتير كتير فخورة فيه، وكتير يعني بأشكر كل اللي عاونوني واللي كانوا وقفوا معايا واللي ساعدوني بإني أنتج هاي المسرحية. يعني أهم شيء إنه إحنا بدنا نقدم رسالة، وبدنا نقدم رسالة للأسترال وللشعب الأسترالي إنه إحنا فينا مواهب وفينا قدرات، مش بس هيك في عنا قصص مهمة جدا لازم نحكيها، وهي قصص الأهل في بلادنا. وأنا بالنسبة لي طبعا قصة غزة لأنه أنا أصلي من مدينة غزة من فلسطين. هل كان من الصعب فوز مسرحية حكايات مدينة على البحر بهذا الاختيار؟ ما كان صعب أبدا، يعني هي بعد عد المسرحية اللي كان 2014 اللي نال كتير إعجاب من الجمهور ومن الكريتكس اللي إجوا الصحفيين والناقدين كتبوا مقالات رائعة عنه، وكان sold out يعني العرض من أول يوم لآخر يوم ما كان فيه ولا كرسي فاضي في المسرح. ففي وقتها من ضمن الناس اللي حضروا كانت في واحدة بتدرس في المدارس دراما ستاديز، وهي اللي مسؤولة عن تعمل علاقات ما بين المسرح نفسه هذا المعمل اللي احنا كنا عاملين فيه العرض وما بين المدارس. فهي الحقيقة يعني هي والمديرة تبعت المسرح يعني عملوا عمل رائع معي انهم شجعوني اني افكر بانه نقدم مسرحيتنا، وانه هم كانوا راح يدوها الفول سبورت ونقدمها للبي سي اي ستاديز يونت وعلها يعني انها يتم اختيارها. وبالفعل يعني تقدموا كتير مسرحيات انهم يكونوا بضمن البلاي ليست المقرر، وكانت مسرحيتنا من المسرحيات القليلة اللي تم اختيارها، فهذا كان فخر كتير شديد إلي. والحمد لله يعني احنا هلا السنة هاي 2016 رح نفتح باب المسرح مرة تانية لحكايات غزة ولحكايات فلسطين، حكايات مدينة على البحر، ورح نعرض 3 أسابيع في ملبون، ورح يكون ضمن هذا العرض في عرض بنهار للمدارس. واللي عم بسمعه من المسرح إنه كتير من الأيام تبعت المدارس عروض المدارس انحجزت، فهذا شيء كتير بيسعدني أكيد. للتوضيح إذا سماح، يعني سيعاد عرض مسرحية حكايات مدينة على البحر ابتداء من شهر أيار مايو القادم، ولكن هل العرض أيضا مفتوح للجمهور أم فقط لطلاب المدارس؟ لا، حيكون مفتوح للجمهور في الأمسيات، وبالنهار العرض الماتينيس راح يكونوا للمدارس، بس راح يكون مفتوح للجمهور بشكل طبيعي مثل ما كانت ب 2014. طب بالنسبة للطلاب سماح، يعني شو راح يدرسوهن؟ هل راح يدرسوهن الأسلوب أو الإخراج أو القصة بحد ذاتها؟ يعني أنا بعرف إنه الكونتنت أو السكريبت يعني في شعر، في حوار وفي تأملات، بالنسبة للمدارس عشو رح يركزوا؟ حسب المدرسة أو المدرس يعني شو حابين إنهم يوصلوا للطلبة، بس هما يعني الكريتيريا اللي كانوا حاطينها إنه لازم القصة نفسها تكون جميلة بكتابة كما هي جميلة إنهم يحضروها، يعني مش بس مسرحية للقراءة ولكن إشي يكون حلو في العرض كمان. فأكيد رح يتطلعوا على الشعر اللي فيها والقصائد وطريقة الأسلوب الكتابة الروائي والسياسة اللي فيها، يعني ما فيهم يهربوا من السياسة المسرحية، هي عن حصار غزة وعن كيف شعبنا البطل في غزة بيقاوم هذا الحصار، بيحاول يعيش حياة فيها حب وفيها سعادة وفي نفس الوقت إنه ما ينكسر. فكل هاي الأشياء بتهم المدرسين، وهي حتكون حسب المدرس شو بيحب يختار. لازم يكون بعد كل عرض للمدارس إنه أكون يا أنا يا حدا من يعني أنا برشحه إنه يكون حاضر حتى يناقش الطلبة بالمسرحية. هل من أيضا يعني التفكير بعرضها بمدن أسترالية أخرى؟ أكيد. فإحنا السنة هاي بعد العرض في ملبون راح نتوجه لمدن أسترالية أخرى، راح يكون في عرض في أدليد لمدة أسبوعين،
وبرضه في أدلايد المسرح كتير مهتم إنه يقدم المسرحية مش بس للجمهور العام، ولكن كمان يعمل أوتريتش، يتواصل مع المدارس ويجيبوا الطلبة، لأنه حاسين إنه فيها مثل ما بيقولوا بالإنجليزي educational value، قيمة تعليمية في المسرحية. فرح نكون في أدلايد في البيكهاوس ثياتر، رح نعرض كمان بسيدني، رح نعرض في كاسيولا إن شاء الله السنة هاي. استمعنا إلى الكاتبة والشاعرة والناشطة سماح السبعاوي متحدثة إلى إيمان ريمان. وقبل فتح الخطوط أمامكم للحوار